اللي تعرفه عن مقتل السيدة راوية؟ أنا ساعدتك كل يوم الصبح بطلع الطلبات اللي كانت طالبها مني الست راوية من بالليل. في اليوم ده ما كانتش طالبة حاجات كتير، رحت اشتريتها وطلعت على طول على الشقة خبطت. رنيت الجرس يا فندم، وبعدين لاحظت إن باب الشقة مفتوح وابتديت أنادي عليها. مدام راوية، شفت إيه بالظبط يا جمال؟ ولما لقيت كده اتصرفت ازاي؟ جريت سعادتك على شقه الاستاذ منى. ايه اللي حصل بالظبط؟ سعادتك انا ساعتها كنت في المطبخ بعمل قهوه. خير يا جمال؟ في ايه؟ الست راويه اتقتلت يا استاذ منى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طلعت واديلها الطلبات لقيتها غرقانه في دمها. يا نهار اسود يا نهار اسود. طب بص يا جمال، مين عارف الموضوع ده غيرك؟ انا كده اقول لك عشان نبلغ الحكومه. لا 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 لا، بص يا جمال، اوعى تبلغ الحكومه. ها انا في حبه اوراق خدهم على طول، وبعد كده انت بلغ زي ما انت عايز. ها فهمني يا جمال؟ وجمال وافقك كده على طول؟ ما حضرتك اول ما طلعنا وقفلنا الباب يعني هو وقف وقال لي انه لازم يطلع من الموضوع ده بمصلحه. بص احنا هندخل دلوقتي اوضتها واللي انت عايزه هتاخده. ها حلال عليك، لا اجمد كده. ها يلا. خليك تتهم منعم بان هو اللي قتلها؟ هو الوحيد اللي ليه هدف اللي هو يقتل الست راوية. بس انت ولا مره ذكرت الكلام ده. لسه فاكر الكلام ده دلوقتي والله العظيم. ساعتك ما حصلش يا فندم، وبعدين اكيد المحامي بتاعه هو اللي قايل له يقول الكلمتين دول. حضرتك انا لا ندهت له ولا كلمته، هو اللي طلع وحكى لي كل حاجه. وبعدين يعني ساعتك ما يمكن هو اللي عملها بدافع انه يعني عايز يسرقها ولا حاجه.